تقول نحن طلبة في الجامعة ولسنا طلبة علم شرعي، فبماذا تنصحوننا وما هي الكتب التي نقرأها؟ سأقوم بطلب العلم على المشايخ، إذا لم تكن الجامعة والنظامية فيها دروس شرعية تتجهون إلى المساجد في أوقات فراغكم، تدرسون في الجامعة وقت الدراسة الصباحية أو المسائية، وما بقي من الوقت تذهبون إلى المشايخ في المساجد وتقرؤون عليهم.